اهتمام غير مسبوق بالحرف اليدوية تشهده الدولة المصرية في السنوات الأخيرة. توفر هذه الحرف التراثية فرص عمل للشباب وتساعد على تمكينهم اقتصاديا، ما دفع بالدولة لتشجيع إنشاء المعارض بجميع المحافظات وعلى رأسها محافظة مطروح. جهود حثيثة تبذلها الدولة لدعم الصناعات الحرفية والتراثية، حيث تحرص الدولة على النهوض بهذه الصناعة التي تسهم بشكل كبير في توفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة. وفي محافظة مطروح افتتح المحافظ خالد شعيب معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة، وذلك في مركز الصناعات الحرفية بسيوة، حيث يأتي المعرض تحت رعاية محافظة مطروح ووزارة التنمية المحلية من خلال مشروع أيادي مصرية. النهارده بنتفقد المعرض المنتجات ومعرض التراث والحرف اليدويه من خلال مركز تدريب الحرف اليدويه والتراث في سيوه. بنشجع ابنائنا وبناتنا ومنتجاتهم. النهارده ان شاء الله المعرض يعني حقيقه الواحد سعيد بالمنتجات اللي عاملينها الشباب والبنات. ويضم المعرض عددا من المشغولات اليدويه لعدد من العارضين من جميع محافظات الجمهوريه من اجل الحفاظ على البيئه وتشجيع الشباب ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم. معانا ناس مشاركة من محافظات تانية، وده دعم للسياحة. بنشكرهم جدا على اهتمامهم بالهاند ميد ومجال الهاند ميد معانا. النهاردة بشارك في المهرجان في سيوة دعم السياحة في سيوة. أنا نازلة بمنتجات جلد طبيعي هاند ميد 100% من أول الصبغة، من أول ما بشتري الجلد من التاجر أنا اللي بصبغ، أنا اللي بحط ديزاين، أنا اللي برسم، أنا اللي بلون، وأنا اللي بخيط لحد المنتج ما بيطلع زي ما حضراتكم شايفين كده. ويأتي معرض الصناعات الحرفية والتراثية بواحة سيوة ليجسد اهتمام الدولة بهذه الصناعات، مما يزيد من حجم الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة المصرية، فضلا عن فتح أسواق تصديرية للخارج.